طيب استاذي ما هذا شرف باستضافه والي ابو دوام دعوتنا ياسر بن احمد الفريد لما لدى جمعيه وزاره الاجتماعيه. تفضل ملاي شغلان شغلان قد شغلان عودهم هذا كل البشرة هذه لا كله لا 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 تجمع شباب النوادي هناك اخر شيء اخر شيء بشرة بعد تفضل تفضل اخي تبارك عن منظمة البشرة اي والله اخر تفضل مشرفين باستدعاء الاخ على كل حال منظمة البشرة استلمين من بعض طالبات وتعدد شيء من الاعمال الخيريه راس اساسا بجسد الاعمال الخيريه تعرف عن اكساء اليتيمين والسلبيات الغذائيه خاصه رمضان ركز شغله كي تعرف نحاولوا شهر رمضان كامل ندعموا الناس افطار ساعه مثلا السلبيات الرمضانيه نحاول نشتم كسوة مثلا كبات الايتام والمدارس هم اللي ركزوا عليك الناس اللي ما عندها الناس اللي ما عندها إرادة تكري للمدارس لازم نجول المدارس كاملة ونقول لهم انهم يدخلوا من اليتامى الناس اللي بعد ما قاعدة في أسرة بتاعت المدارس مرة وعدوا السقاية يوميا كنا كل جمعة تعرضا عندنا السقاية أختنا شرحت مساعة اخذنا مساعة شرحت عن بسم الله علينا نبدا العمل الزاج بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده هذه اليوم تتشرف شبكة الوالي اولا بحضور الاستاذ محمد بوحجي الاكاديمي المؤسس للمشروع العالمي لاقتصاد الالهام محاضرة تحت عنوان مشاريع شبابية تحتاجها موريتانيا المنظمات الحاضرة الوالي والرؤية جمعية القوث الخيرية منظمة البشراء تجمع شباب وادي كذلك الرأف والإحسان اللي أفرق خلق لهم تأخر والله في الطريق لذا إحنا عندنا دائما الشتاء الوقت مضغوط وشحيح وصلاة المغرب بعد وقت بعد ساعة المهم وباختصار شديد أرحب بالمنظمات اللي شرفت الشبكة اليوم وبالأكاديمي والأستاذ من مملكة البحرين شاكرين على التنقل من الخليج العربي إلى موريتانيا وهذه من المسائل المشجعة والمحفزة في التعاون المستقبلي إن شاء الله سيلقي محاضرة احنا اليوم استمعنا إن شاء الله لنصائح وإرشادات بما يتعلق بالعمل عمل النوادي أولا الذي هو جزء من أعمالنا كاملين بشكل متفاوت هدف ورؤية شبكة النوادي أولا أن يجتمع الجميع حول المصلحة العامة وأن يتعاون المجتمع المدني أعطيك أمثلة بالنسبة لنوادي بوفيزيان عندنا معهم شراكة رأف والإحسان عملنا كذلك عدة أنشطة مشتركة كذلك مع تجمع شباب نوادي منفتحين على الجميع نعتذر عن أن هذه إجراءات الكورونا ولها إجراءات خاصة من باب الاحتراز وتطبيق لتوصيات وزارة الصحة اضطررنا مؤخرا منذ ما يقارب 48 ساعة لأنه كان مقرر في مكان آخر أكثر اتساعا للجميع وأرادنا أن يشارك الجميع من هو ناشط ومن هو غير ناشط لكن ارتأينا بسبب الظروف وبسبب الإجراءات الأخيرة أن نختصر على المكتب ورب ضرة النافعة يقع ما فيه ضرة ياك يشرفونا هذا التجمع بأمني أول زيارة وهذا زين عندنا وقال فينا لا عن مكتبيان الدونو هذه ما كتختينا الزواردو رئيس ملاي وشيخ ملعين المهم سأحيل الكلمة للدكتور إنه ما كنت أضرى بشعبها مشاريع شبابية تحتاجها موريتانيا هذه نفس الرؤية اللي كنت دائما أتكلم عنها بالمناسبة تكلمت كذا من مرة من خلال محطات متعددة في التلفزة في المحطة الإذاعية عن المجتمع المدني المنتج وسبحان الله ربما
لعدم التجارب الموجودة والمرئية والمحسوسة في داخل تنوايبو، غير هذا الذي شاهدتم اليوم بالنسبة للتعاونيات النسوية. ربما خطابي يعتبر خطاب مبالغ أو خطاب كذا، لكن ولله الحمد أنتم أدرى بما كنت أفكر به، ولست مؤهلا للتحدث أو إعطاء دروس في هذا المجال. أحيل لك الكلمة أستاذي ومرحبا. جزاك الله خير. طيب احنا ما طول، لانه هو الهدف النقاش اتوقع. انا مجهز يعني عرض تفصيلي وفي صور، ممكن ارسلها لاخونا ايضا منصور يرسل لكم. لكن بعد بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طبعا موريتانيا عزيزة على قلبي، اكون صريح معكم. شعب طبعا مرابط على في المغرب العربي، انتم على اطراف يعني العالم العربي والعالم الإسلامي، فأنتم عزيزين على قلوبنا لأنكم متمسكين بدينكم، متمسكين بأخلاقياتكم، متمسكين بهاي الأرض مهما كانت صعبة الحياة فيها، إلا أنكم يعني تحتسبون ذلك إن شاء الله في سبيل الله. والشيء الآخر أن شعب محافظ على عروبته، محافظ على أخلاقيات كثير، يعني كثير إحنا فقدناها في العالم العربي. فلذلك هاي المرة الثالثة، وأنا عادة أقول يعني من المرة الأولى لازم بخلص خلاص من دولة وأروح دولة ثانية. يعني في السنوات الستة الماضية يمكن الدولة الوحيدة اللي رحت لها مرتين وجلست فيها هي البوسنة. في البوسنة جلسنا 6 شهور في المرة الثانية عشان نجرب. بس الآن إحنا صار عندنا ثقة في نفسنا إن تجاربنا ناجحة بإذن الله سبحانه وتعالى، بس غير مستدامة بالضرورة، وهذا هو التحدي الأكبر. لذلك وصلنا في السنوات الأخيرة، إحنا بدينا 2016، يعني احنا يمكن مؤسسه يمكن اقل من كل اعماركم، لكن هي المؤسسه لانها دوليه ولانها بدات في فكر جديد حق الاقتصاد العالمي يعالج قضايا الاقتصاد الاجتماعي، الفقر، البطاله، الهجره، الشباب، الاستقرار الاسري، في كل قضايا دخلنا فيها، ولانه يتكلم على اقتصاد جديد غير ملموس سابقا وغير معروف، مثل اقتصاد المعرفة لما غير كان معروف في الستينات، مثل ما كان تكلم واحد اقتصاد المعرفة ما حد كان يعرف الكلمة، كأنها هاي بس حق علية القوم حق الأكاديميين. فلذلك كنا متوقعين هذا الاقتصاد سوف يأخذ 30 سنة لكي ينتشر في العالم، لكن عكس توقعنا، يمكن لأن نيتنا طيبة إن شاء الله. الله سخر، مش إحنا، الله سخر لنا أن فتحت أبواب كثيرة وفتحت أبواب في كل هاي وبأقل الموارد. لذلك منهجيتنا من البداية وما زالت إلى اليوم، احنا ما نستثمر الا في اقل الموارد، في شيء بسيط، في منطقه بسيطه، عقب ما نقلص المشكله، عقب ما نتفق وفعلا نبتدي نغير في بدايه التطبيق، عشان الانسان لانه ما يتغير اخوان اخواتي بدون ما يكون في تطبيق. ما راح نغير من خلال مساعه، كان الفنان الكبير سيدي احمد كان يتكلم على الثقافه، قلت له الثقافه ممتازه لكن ممكن تغير فيها مثل القراءه، ممكن تغير الانسان فيها وممكن ما يتغير في فترات طويله. لكن تبي تغير إنسان الآن، تبي تغيرني، لازم شيئين، واحد من شيئين، يا أما هو يتغير من خلال نموذج حي يشوفه ويتفاعل معاه ويقول أنا بسوي مثله، مدام هو سوى أنا بسوي مثله، أو هو يسوي شيء ويحاول يسوي حتى لو يفشل، حتى لو يفشل ليس بالضرورة النجاح. إحنا مشاريعنا في هالمنطقة وعدد الناس اللي لهم، يعني نقدر نقول لكم من كل 100 محاولة إحنا عندنا 40 يستمرون معنا. ليش؟ لأن ما تعلمت المنظمات الخيرية بالذات، لأن أكثر ناس يشبك معهم هي المنظمات الخيرية. الحين الفرق إن أنا نقلت التجربة إلى الجامعات، فدخل هذا اقتصاد الإلهام، هذا الاسم اقتصاد الإلهام دخل في الجامعات، جامعة أم درمان إحنا بداية بالعالم العربي، عندنا في سويسرا، عندنا في سلوفينيا، عندنا جامعات كثيرة يعني بعدة لغات، ونحاول ان شاء الله مع جامعه نواكشوط ايضا نبتدي هاي. وجلسنا مع الاساتذه الحين هالمره الامين العام وسعاده العميد كليه الاقتصاد عشان ودزنا لهم خلاص الاوراق وكل شيء، ونتمنى ان شاء الله انه يمشي في ايضا في جامعه نواكشوط. الهدف ليس ان نطلع ناس بس تحل مشاكل في المجتمع، لا، الهدف ان احنا نصنع خبراء في هذه، لان احنا مهما عملنا نحتاج ان نبتكر. ساعات احنا في العمل الخيري، انا ترى واحد من هاي المدرسه، يعني انا اخوكم اشتغلت تقريبا اكثر من 20 سنه في العمل الخيري والعمل التطوعي والعمل الانساني. من التجارب ساعات مع العمل احنا نفتقد الابتكار، خلاص يشغلنا العاطفه تسحبنا، ما في، لان حجم انت كانك فتحت باب، ها، ولا كانك فتحت باب وهو فيه فيضان يجي فوقك، ما تقدر توقف، اذا توقف تقول حرام اوقف، ما اقدر استطيع.
فيأتي واحد مثلنا يقول لك لا، لازم في بحث علمي، لازم في دراسات، لازم في أرقام. وهي طبعا أنا لو أكمل مع صلاح وأبتدي أسأله في الأرقام مثلا، لأن ليش ما يصير استمر أنا بس أعالج، لازم عندي وقاية، لازم عندي استشراف المستقبل إلى أين أنا ذاهب، سواء استمر أنا كمؤسسة وكيف يكون عندي نوع من الدخل الثابت والأوقاف وكذا، أو أني أنا أبتدي أن أبتكر في عملي وأقلل من التكاليف وأغير في طريقة عملي وأصنع أيضا. شوف يعني لم أذهب إلى أي مؤسسة في العالم العربي بالذات وأسألهم أسئلة هم يجاوبوني نعم صح كلامك والله سوينا كذا وكذا. يعني لو سألتكم كل المؤسسات كم فقير أخرجتهم من خط الفقر، كم واحد صار يقول لكم ما نحتاج مساعدتكم مشكورين، لن نجد ذلك بسهولة، احتمال ما نجد ذلك بتاتا. وهذا مشكلة العالم العربي، لأن نحتاج أن نخرج الناس من خط الفقر، نخرج الناس من الحاجة إلى هاي، لأن لازم نتعامل مع الفقر ولا مع صاحب ذي الحاجة حتى المريض أنه حالة عاجلة، حالة مؤقتة وليس حالة مستدامة. الحالة المستدامة أني أنا اليوم أسوي أكثر شنو حملات للتأكد من هي، يعني هل هي جايين، هل عندنا ناس جايين أكثر في الكوما من هاي الأطفال، هل هم معرضين أكثر معي؟ هاي الحملة أهم من أن بس أسوي أعالج اليوم وأسوي عمليات كل فترة. فقس إذا هاي ناجح، يعني أنا أتكلم عين، أنا أحب أشبك مع الناجحين صراحة. ليش؟ أنا أمثلتهم، أنا معطي أمثلة أسهل لي. فلذلك أنا أقول مهم جدا أي مجتمع أنه بيغيره لازم يتغير هالأربعة أشياء اللي دائما كررت اليوم الصبح. شنو هي؟ لازم نغير فيها الروح، لازم نغير فيه القلب، لازم نضرب أيضا على العقل والعقلية، والمحتوى لازم يكون عالي، طريقة التقديم يكون عالي. وقفنا الآن ننتظر، إحنا كنا أستاذنا منصور جنب هذه اللي مسوينها الأسبان اللي وداني الصبح، جسمه المجمع قطب التنمية، قطب التنمية زين، هذا مجمع كبير. شوف اللي متعلم على انه هو لازم يتحول شيء الى مصدر دخل عشان اضمن استدامه. زين اليوم بعد انتم عندكم قانونكم يساعدنا، احنا في البحرين ترى ما عند قانوننا ما يساعدنا، بس احنا نتفلت زين، ندخل يسار يمين، ندخل يسار يمين، لما يعني لازم نسوي شيء عشان نبي استدامه. ما نبي واحد يدفع دائما، ننتظر واحد يدفع، واحد يكفلنا ولا واحد يساعدنا ولا شيء. فهذه مصدر، هذه ممكن يتحول الى مركز سياحي، أسر منتجة بالتعاون مع الجهات كلها تتعاون فيها، ويصير مرة في الأسبوع. رحنا إلى الهند في منطقة اسمها ناشيك جنب بومبي، من ثاني يوم دخلنا شفنا ما شاء الله تعاونيات كثيرة ينتجون فلفل، تعرفون الهنود يحب ذبحتهم الفلفل. أوكي شفناهم يجيبون الفلفل بس في موسم معين ما يصير، قلنا خلاص احنا بنتبنى نسوي بيت زجاجي، مساحتكم كنت اتكلم عن البيت الزجاجي حق الفلفل عشان يطبق طول السنه، لان هاي الهنود يموتون بدون فلفل. زين هاي رقم واحد. رقم اثنين قلنا وين السوق؟ احنا ليش نروح ندخل بيوت الناس؟ قالوا ما عندنا سوق. احنا الاسبوع الجاي احنا جالسين، الويكند الجاي، الويكند الجاي يبتدي السوق، احنا بنتبنى السوق، احنا بنأجر لكم المكان. هو المكان طلع حتى ما تأجيره بسيط لانه مال بلديه، فما بالك مكان موجود وغير مستقل. هاي الحين مكان يقول انا تعال استغلوني، تعالوا لي بس ما حد يله. فتصور لو السائح يجي والله يقول والله فعلا في سائح جاي، سواء موريتاني ولا غير موريتاني، واتوقع السياح الموريتاني هم اكثر خاصه اللي عايشين في الخارج. يجي والله يقول والله في شيء اسوي اليوم، والله بروح اديلي في اليوم الخميس، يوم الجمعه، يوم الفلاني، وكل المنظمات اللي قاعد تنتج تبيع هنا، ونكون احنا طورنا عملهم، صاروا يبيعون اللي يبي والله الكسكسي اللي هو منشف بالتنشيف طبيعي من الشمس، هذه موجود، تبي كسكسي منشف بالماكينه ترى احنا بنشتري الماكينه، قلنا حق هاي الجماعه اوكي عشان يسرعون في الانتاج. بس ترى في بعض الناس تبي تفضل الطبيعي، فيكون وفي والله كل شيء ترى في عليه صحه، وزاره الصحه معطاها لي موافقه. احنا هاي منطقتنا اللي نشتغل فيها، ليش نسوي كذي؟ ليش نتعب حالنا؟ ليش ما نقول بس هاي ونعطي الناس؟ عشان الأصل نرفع العائد، العائد من الأصل، من الأصول يسمونه. هم يشتغلون طول اليوم بس العائد مالهم بسيط، طول اليوم هم يشتغلون، تلاقيهم يشتغلون 18 ساعة هذيلا، لكن عائدهم بسيط. ففي أنا ما كنت أتكلم على أفكار، ترى أنا ما أعطيتكم، لا تنشغلون بالأفكار، ما أبي أسأل حول الأفكار، أبي أسأل حول طريقة التفكير، لأن إحنا جايين الهدف ليس أن نسوي محاضرة، الهدف أن إحنا نشجعكم تدخلون معنا في مشاريع. هاي المشاريع هي اللي تخليكم بعدين انتم، احنا نصير نزوركم. اللي يتكلم بالتليفون اخي يطلع برا، ولا انا اوقف.
عبد الله وقف. عفوا. زين. فاحنا نتكلم على يعني منهجية التفكير لو دخلناها في العمل التطوعي لا شك راح تتغير كثير من الأمور. وانتم الخبراء في بلدكم وش احنا انا بس فاسيليتيتر، احنا بندرب ناس يصيرون هم فاسيليتيتر. فاسيليتيتر يعني بالعربي يعني ميسر مرشد. كل واحد يحتاج مرشد، شوف حتى مهما يكبر في العمر يحتاج شخص اخر يشوف شغله اوكي، يقيم عمله، يشوف شنو المتكرر، شنو الشيء اللي اقدر اتخلص منه الان، شنو الشيء اللي ممكن اتخلص منه في المستقبل، شنو المشكله اللي جايتني، العيون مشكله ممكن تزيد اذا احنا ما انتبهنا لها، ممكن تزيد في هاي الجينريشن الجاي، لان الجينريشن دي يستخدم وايد كمبيوترات مثلا، يستخدم وايد اشياء. فالمهم يعني كمثل اذا ابتدي استعد لها، ابتدي اشبك مع مؤسسات اخرى، وهذه الفكره اللي احنا نتكلم فيها. اي مجتمع عشان يطلع، عشان موريتانيا يصير عندها، لا شوفوا ما ممكن نتكلم اليوم لبكره على الموضوع انه شنو التغيير من الاعلى لاسفل. وانا اشتغلت مع حكومات، هذه مو في يدنا. اذا انا كنت اوقع مع ولي العهد ولا مع رئيس وزراء ما اقدر اغير. اقول دائما كنت اقول ياخذوني كانهم ياخذوني بالانجليزي تيك مي فور ا رايد، يعني ياخذوني البحر ويرجعوني مره ثانيه فاضي. اوكي، فما بالك احنا ما نقدر نتكلم ننتقد الوضع. احنا في منظمات المجتمع العربي شو نسوي؟ نقدر نسوي نماذج تغير في طريقه العقليات، فتبتدي الحكومه تقول والله ما دام هو سوى احنا نسوي احسن منه. نخلي الحكومه تغار، تخلي الجهات الثانيه تبتدي هي تبي تسوي مثلنا. وهذه ما بيصير بدون تعب، وما بيصير بدون فشل. مدرستنا مدرسه الفشل، ونبي نجرب معاكم، نبي نفشل ونبي ننجح. لان عبال ما نفشل راح نصير اقوى. وممكن يعني تصوروا معي شيء في خارطه، نفرض الحين في خارطه زين، ونكون هاي نواديبه، وتقول لي لما اجيك المره الثانيه عقب سنتين او سنه تقول لي يا استاذ منصور روح المكان الفلاني، روح المكان الفلاني، روح المكان الفلاني، شوف الممارسات الجيده. لا شك ان في ناس وايد راح تجينا من نواكشوط، راح تجينا من المغرب العربي، تجينا من دول الخليج، يشوفون الممارسات الجيده. خريطه نواديبه كلها عليها شنو؟ عباره عن تعاونيات ولا عباره عن مراكز، قاعد يصير فيها شنو؟ نوع من الاستغلال الذاتي، نموذج العمل مالي مستقل. والله هذا مو تنظير. والله هذا دخلوا على موقعنا تشوفونه بالفيديو. ما كلمكم تنظير ترى، مو انا قدمني اكاديمي الله يدي، ما ادري ليش، يخرب علي بعدين. فالمهم احنا ناس فعلا عمليين في الميدان، نطبع كتب، نطلع كتب، نطلع اوراق علميه صحيح، نسوي مؤتمرات، لكن كله عشان ننشر هذا الفكر. سميناه اقتصاد الالهام، سموا اللي تسمونه. هو ترى موجود في اشياء ثانيه، بس احنا سميناه اقتصاد الالهام لان هي مبني ان في كل داخل مشكله في فرص وليس في حلول. الحل اللي هي قاعد تسويه الحين نجات. حل اني انا اقدم خدمه حق مين؟ اما الفرص لا، الفرص اني انا اسوي مطعم والمطعم يخليه استغلاليه، يمكن اشغل حتى ابناء هؤلاء اللي يشتغلون الغسيل الكلي يصيرون هم المنتجين. انا بعد نجات بعد فتره يمكن اكون اشتغل في شيء ثاني، مو شطاره طول عمري انا بس اشتغل لهم. اوكي، لان الله سبحانه وتعالى احنا اعتبرنا اسباب، والاسباب لازم تتغير، فلازم نغير في طريقه العمل وما نعتمد. يعني الاصل ان اخلي هاي الخليجي لما يجي انا وجهه، مو خليه هو يوجهني. خليجي ولا غير خليجي، انا ما اذكر خليجي، يمكن بالعكس تحصلون مساعدات من دول اجنبيه اكثر من خليجيين، بس اتكلم اي متبرع حتى لو موريتاني، انا اقول له هاي حاجتي، ابي اسوي مصنع، ابي اسوي مصنع صغير، مو راح اقول له ملايين، اقول له لا انا ابي ترى منك 2000 دولار. اوكي، ببتدي في شغله بسيطه. شوف كل الناس لما تعطيه شيء بسيط وواضح لا شك ان المتبرع راح يكون ويعرف العائد عقب فتره، ويشوفك قاعد تتابعه. احنا الحين بتقولون لا تقول لنا على بوسنا، احنا سكتنا. جيت اول مره كنت ما اقول شيء، مثل اقول عن الدوله الفلانيه في الهند، اقول لهم عن غانا، اقول هاي، اقول ما يصير علينا، ما ينطبق السودان، ما يصير علينا. الحين عندنا تجربه في الدار، حي الدار البيضاء في منطقه الميناء في نواكشوط. زين، تجربه بسيطه بديناها من الكورونا، قريه كامله قلنا خلينا نحدد انواع المشاكل اللي فيها. شنو ما فيها؟ شنو فيها؟ ما فيها والله، ما فيها شيء، ما فيها شيء كلش. قالوا نبي ملعب، قلت لهم انا ملعب اخر شيء اسوي، ملعب كره قدم. سمعني محمد سالم، قلت لهم الحين نبي نبتدي الملعب اول امس، لان الحين بدات القصه تصير واضحه. شنو الطريقه اللي سويناها؟ قلنا رقم واحد نبتدي تعاونيات. كنا في البدايه 45، الحين قالوا لي 35 تقريبا التعاونيه. بدينا في 3 تعاونيات فقط احنا،
استثمرنا في ثلاث تعاونيات. المبالغ ما يزيد كل المبالغ، مبلغ اكبر مبلغ يسوون قرعة وكل فترة كل يعني ست شهور يطلعون طيب العائد، اثنين من الابناء يدرسون. هم نفسهم احنا خلصنا معاهم الحين دورتين، دورتين يعني سنة صار لنا اوكي، علمناهم على المعلومة من الدين بالضرورة صلاة، علمناهم الرياضيات، علمناهم القراءة والكتابة اللي هم يشتغلون، اللي هم كلهم في اعضاء الجمعية، سوينا مسابقة معاهم. شوف قاعد يسوي اشياء بسيطة ما تكلف ترى مبالغ كثيرة. المتطوعين المدرسين هم متطوعين من الشباب في الجامعات في نواكشوط. وبالتالي اصبحت المرأة شنو دورها الحين؟ ان تدير العملية الجمعية افضل. واحنا الحين عندنا احتفال احنا هاليومين الجايين، عندي يومين لحد السنة كان. ليش؟ لان بالنسبة لي هاي شيء واضح، قاعد يصير في عائد، قاعد تغير حياة الناس، قاعد يصير في تعليم، قاعد الصحة قاعد تصير افضل، في امن اجتماعي، صار قلت السرقات. اول ما بدينا ما تقولون ترى ما نجحنا من اول مرة، اول ما بدينا متحمس انا، قلت لهم خلينا ما دام في خدمات شيء، ما في خدمات مال الموبايل، انا كرت فكرتي وانا اتحمل المسؤولية، خلينا نخلي خدمات مال تصوير. قالوا ان شاء الله ما جاء بعد، قالوا هاي متبرع يا بيجي خلينا نسوي لك. ثاني يوم سرق المحل. زين؟ طبيعي، هاي شيء طبيعي ترى، ان ليش؟ لان ما نمينا نمو طبيعي. اوكي؟ لكن قاعد نتعلم. الحين تحس ان لا في استقرار، الخياطة، الخياطة ما نجحنا في اول مرة. اكتشفنا ان نحتاج الى تكوين. الحين كونوا البنات اللي هم يشتغلون في الخياطة، في الملاحف، في هذه الاشياء. تجي مال الخياطة لان في مبلغ حطينا فيه. قمنا شلنا قبل المبلغ $500 تقريبا حق قروض حق مشاريع جديده، يقترضون وبعدين يرجعون، يقترضون وبعدين يرجعون. هاي امثله على شنو ايش قاعد يسوون. طلعوا بعدين هم التعاونيات طلعوا في صالون مال عراس وصالون وتزيين، تزيين العراس، وهاي في مناطقهم، هاي في المناطق القريبه منهم. فلاحظوا ترى الشيء يجيب الشيء، احنا اللي نبي نشتغل في هالمنطقه لان نشوف ان هاي المنطقه هي اللي بتساعدنا ان احنا نتخلص، ما نعتمد على الاخرين، يصير نماذجنا متحرره، نقدر نغير في مجتمعنا بطريقه افضل. لو انتشر هاي في المجتمع ما يصير. يا جماعه بقول لكم صراحه، يعني انا قلتها الحين بقولها، قلتها وراء بقولها قدام عشان ما يصير غيبه. ما يصير منظمه واشوف انا وسخ وما ما لان انا قاعد اشتغل في كل شيء صحيح، قصدي اشتغل في شيء مخصص، لكن لازم انا بعد يكون عندي مبادرات واضحه في منطقتي. احتسب ان منطقتي لازم تصير نظيفه، فلازم نشتغل في النظافة. رحنا حق المنطقة شو اسمها، كلها أنسى اسمها، كبان لا العقيلة اللي فيها مين العقيلة مين فيها فيها شنو مشردين شو اسمهم ها لا شو اسم هي مال المجموعة الناس الأحياء العشوائية صح؟ رحنا الحياة العشوائية، شباب ما شاء الله متطوعين والله. تشوفون أنا شنو أكتب عن عنكم ولا عن هاي في الهاي، لأن الناس كل الحين بدأت تسألني. زين ما قلت لنا نبي نتبع، أقول لهم صبروا، بير ما في، مسجد ما في، وايد مساجد في ترى، صبروا خلينا نشوف قاعد نجرب شيء عشان بعدين، لأن وايد في مساجد، وايد في آبار، أوكي، والآبار ما في نتيجة لها. شو الفائدة بير وما في معاه زراعة، ما في حياة، بس معاه بس يشرب طول اليوم، بعدين يخلص البير ما في صيانة، لا ما يصير. زين يعني ما حتى ما في صيانة، ما في منهجية إني أنا عقب فترة هاي ترى بيخلص الماي لازم أحفر زيادة، ما في، وباليد وشقة ما حلينا المشكلة الكبرى، إن الأطفال هم ما يروحوا المدارس عشان يجيبوا ماي، ما حلينا المشكلة. فلذلك يعني واحدة من الأشياء اللي في عقيلة قلنا لهم اول شيء قبل نسوي التعاونيات، نسوي تعاونيات متحركه لان هاي متحركين، ولازم يفكر واحد ما في العاطفه هني، وهذه لا يقدمون كل الخدمات مساكين، شباب يتركون اهالي طول اليوم عايشين هنا، ومن يعني من ناس يعني مبين من يعني من عوائل يعني محترمه وحب حق الوطن. لكن قلت لهم انتم اول شيء ما تسوون عنهم شيء، لازم هم ينظفون منطقة، ما يصير واحد عايش جنب حيوانات نافقة يمه هني في الزاوية وهو قاعد ياكل، ما يصير. معناته قاعد تخليه يصير حيوان هو بدون ما يدري، والعياذ بالله، وكرامة لهم ولنا وللإنسان، ما يصير. لازم هو يتعلم ان ينظف، يشارك معاكم عشان يحس ان التعاونيات بعد تعب، عشان يحس بالامتلاك. الإنسان إذا ما يمتلك شيء دائما تحسسه ان انت ما تفهم، ما تفهم. يعني لو كل يوم تقول لي انت ما تفهم، شو بيصير في الرسالة؟ شو بيصير فيني؟ إن أنا ما أفهم، فأنا ليش أسوي شيء؟ أنا عالة على الدنيا، صح ولا لا؟ الفقير بالذات لازم أشتغل معاه، والمحتاج والمريض وكبير كبير السن ذوي الإعاقة لازم أشتغل معاه بالعامل النفسي، وليس فقط بالعامل
الخدمي، العامل النفسي أهم عشان أطلعه من هاي المشكلة اللي هو وقع فيها. لأن كل ما أنا طلعته كل ما صار عندي أنا أمان في نفسي إني أنا ما أقع هاي ولا عيالي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال صناعة المعروف تقي مصارع السوء. كل ما تسوي، إحنا في ناسنا وايد نفهمها إنه يعني بيصير بركة في حياتنا، لا، أنت كل ما تسوي أنت قاعد تتعلم. أنت ما يصير لو صار فيك، لأن الفقر ممكن يصير في دول الخليج في يوم واحد، تصير حرب بكرة الكل دول الخليج يصير محتاجين. ما صار في الكويت كذي، ما كانوا الكويتيين هم أغنياء في ليلة واحدة، ليلة واحدة صاروا محتاجين. فممكن يصير في أي واحد، بس لا نعامل الفقر إن حالة مستدامة، هي حالة طارئة. والأصل إن أنا أطلع الفقير المحتاج قدر ما أستطيع. لذلك أنا ودي نشتغل معاكم على مفهوم ثلاث ألوان. دائما عندنا في مخنا، في ناس حتى لك استاذ صلاح مع خبرتكم ما شاء الله كبيرة، عندي لون أخضر هذا لازم أساعدهم، عندي ناس لون أصفر يعني هاي لازم أطلعهم بس ما قادر أطلعهم، عندي ناس لون أحمر اللي هاي الأصل إنه ما يستلمون. ما يصير شاب عمره بين 13 إلى 25 سنة 28 سنة وحتى يقول 32 سنة حتى 45 سنة وهو يستلم مدام قادر يشتغل. لا تقول لي هاي فقير، معناته أنا ما سويت شيء. لا تقول لي واحد صار له شاب ولا هو عنده قوة، حتى اللي هو ذوي إعاقة وعنده قوة يشتغل فانكشنال يقدر يسوي شاي، إن شاء الله حط له ماكينة شاي برا ويسوي شاي يبيع في الشارع جنب البحر. لأن الأصل إني أنا أرتقي بكرامة الإنسان وليس شنو أدل الإنسان وخلي دائما محتاجني. وأنا أشوفه بقول لكم شغلة يمكن صعبة عليكم، أنا اشتغلت في العمل الخيري قلت لكم 25 سنة. العمل الخيري ساعات الإنسان يحس بالباور، باور يعني شنو القوة، مركز سلطة، ساعات صعب إنه يتخلي عن هاي. لذلك الحين بيصير أكبر شيء معوق عندكم على كلامي هو أنتم، أنتم نفسكم داخلياً شو نخلي هالكلام، شو نقول هالكلام دي. أنا ما أقول لكم خلوه، بس أنا أقول لكم خطوا 10% من اللي تسوونه والجهود اللي تسوونه. ما شاء الله تسوون جهود كبيرة، جهودكم هاي الله ما حد يقدر يعطيكم جزاها إلا الله سبحانه وتعالى الكريم. لكن 10% منها حق شيء أطور في العمل، بعدين بيزيد 20%. الأصل في منظمات العمل الإنساني إن 40% إذا تبي تكون ناجحة يقعد عندها تطوير وابتكار، مثل ما قاعد يصلون حق الإنسان. وهو فشل الإنسان عموما في كل العالم فشل إنه يركز على التطوير والابتكار في العمل التطوعي بالطريقة هاي. أوكي، هو يبتكر شنو؟ أعطيكم أنا مثل شنو يبتكرون الغرب حين في العمل التطوعي. يبتكر والله شاف إنسان هو ذوي إعاقة فروح يبتكر له مثلا كيف يسوي له شيء بسيط وتكلفة قليلة بحيث يمشي على التراب، فبسوين عجلات تمشي على التراب. شافوا والله ناس مثلا حفة في دول أفريقيا فابتكروا وحدية تتوسع، كل ما كبر الإنسان تتوسع ما يتم الحذاء صالح مدالي فترة طويلة، صندل كل ما يكبر يكبر الصندل. هاي يعني هاي مو بحل حق القضية، هاي شنو؟ هاي لف ودوران، هاي مرة ثانية مثل ما قلت حق نجاة، هاي حل حق المشكلة وليس استكشاف فرص في المشكلة. يعني بوصل في الأخير إن الفقر عملية معقدة، مثل ما المرضى الكلي إذا هو فقير عملية معقدة. عملية معقدة تحتاج إلى شنو؟ إلى تجارب من عدة زوايا. هو معاي أطباء، معاي مهندسين، معاي إداريين، معاي خبرات من العمل الخيري، معاي ناس نفسيين، معاي اقتصاديين. نجرب، أنا أكون وساعات أكون أنا كل شيء، يعني أنا أكون إذا ما حصل أنا بشتغل جزء اقتصادي، أنا أنتم يعني أشتغل جزء طبيب أشتغل. ليش؟ عشان هدفي أني أشوف المشكلة من عدة زوايا. لكن يحتاج هذا إلى شيء واحد فقط، يحتاج إلى محاولة، يحتاج ان احط في تفكيري يكفيني شرف المحاوله. ما يصير اقف قدام ربي يقول لي ربي يسالني بكره، والله اعلم ما تعالى على الله، لكن اتوقع الله بيسالني بيقول لنا انتم اذاكم الله ما قصرتوا، لكن ليش ما فكرت تطورون؟ يمكن يسالنا، ما يمكن يسالنا، فعلى الاقل حاولنا طورنا. على فكره فشلنا تعلم لنا ولاخرين، فشلنا تعلم لنا والآخرين. على فكرة تكرار الشيء مو معناته عيب، بالعكس تكرار الشيء بس بزاوية ثانية في ظروف ثانية من منطقة ثانية لا شك أنه راح يكون للعائد يكون أكبر. ويقول لي أخونا أستاذ منصور اسكت الآن، شكرا. لا تعقيد أستاذ، هون في مسألتين
لاحظتم خلال مداخلات الأستاذ والأكاديمي محمد وحشي مسلتين، واحدة قلتها له قبيل ومصر عليها، قلت عنك واحد من الشرق أنا مالي واحد من الساحة. المهم هاي لا ممازح، المهم عنه مسلتين، واحدة قضية المجتمع المدني. نحن المجتمع المدني بالنسبة لنا فاهمينه، فهمنا نحن، أنا خلط الحسانية والعربية، فهمنا نحن شنو، على أنه ذا العمل التطوعي وراه بالمناسبة هذا مخيرة الشباب ومن أكبرهم تدوين وضد هذه العملية. سبحان الله ويقد يعود، ما به كره العمل الخيري، لا به اللي ذي الفكر اللي عندك أنت اللي هو مستوى أكاديمي. أنا مالي عندي جانب من الاعتراضي عليه، لماذا؟ إحنا ذا اللي عدل لا نطول فيه الأخبار، ما هو على أنه نوايب ودبر معدل الشيء نوعي ولا استثناء، إحنا لا نعدل الصدق. الصدق حد ماشي له يتصدق، إحنا مالي ما نزايدون عليه. لماذا؟ لأن اعتمدنا على ذواتنا، لكن اعتمدنا على الدولة والله على الممولين، قلت ينظر لنا من ذا المنظور وطرح الأكاديمي علينا علينا نطوروا صدقتنا الشور العمل الإنساني المنتج. إذا نحن ما لقى عن بعدين عندنا طموح ولافتنا توصلنا له. المسألتين، واحدة حاجية مجتمعنا لأنه أقلبية فقراء، والمسألة الأخرى علينا مصدقين. الصدق أنا ما قد جيري رقاش ونجمع أنا وأخوتي الصدقة سيد أحمد الديش الطافلات الحسن باب ومحمد ونقول لهم هؤلاء صدقتنا اللي الناس بحاجة. أقدم حي في نوادي بني وقفنا عليه العريقي ما فيه تي ولا فيه الماء، إحنا بني نقول صدقتنا ونتاو نطوروه ونشوفوا لهم الأفكار. هذا حاجيتهم اللحظية والآنية ما تسمح لنا نقدو من خلال فضلتنا نحن اللي قليلة نعدلوا بها العمل المنتج. فهموا اللي مسألة، إحنا ما عندنا الإمكانيات المالية المحاصلة عندنا في أي وقت لهن عدلوا علينا نقدو نعدلوا فكرة إلى جاتنا، فكرة إلى جاتنا كيفت الأفكار اللي عند الأستاذ اللي مقنعة اللي مشجعة اللي قطعا عنها تنقل للإنسان من تم مادة يدو ويتم متسوي، لأن هذه ثقافة مشينة فعلا. الشور ذاك اللي عود منتج عود ما تلقاني عنه بقال هذا ما يقدر يخرج، أولا لأن مجتمع فقير ولأن الطبقة القانية اللي في الخارج ما يكتنا نحن الخارج ما فيه ذلك خارج لنا نحن، لا 1% قاني و90 قاضة تحت شور الفقر. هذا الطبقة الوسطى اللي تنقال فينا احنا ما يخارج. هذا حسب قناعتي أنا الشخصية. المسألة الأخرى، احنا هم اللي بالحسانية المبسطة بابتنا كمجتمع مدني بابتنا، لأن المجتمع عمل المدني الموريتاني حسب اللي يقولون وراو قال شي اليوم ما فات قالوا لكم، لأن يعني عندهم تجارب في الحسيان وعندهم تجارب في ذلك، وقال عنه عادوا هلو نين يقولوا له أنا قايس موريتاني يقولوا له آه يقال قايس رواندا إيه، قلت له أنا عنه ملي نعود قايس رواندا ماشي أنا قاع معه اللي قاع موريتاني، معناه علينا ملي بابتنا. أنا قلت اليوم للعليات وقال للمجتمع المدني هذا راه لا منصور أحد أعضاء الشبكة وبتعود ما يمر زميلي عني فات الخليج وفات أمريكا وفات أوروبا، أنا بعد شخصية ما رايح وعلينهم هما في حالتهم جبروا تعاون إسباني ولا تعاون خليجي ولا تعاون أوروبي المنظمة في نواكشوط والله في نواليبو راتهم عود تعاملهم في قدر من الأنفة. أنا عنك فقراء في العالم كامل، أمريكا فيها فقراء وأوروبا فيها فقراء والخليج فيها فقراء، أنا ولا الخليج ونعرفه وفيها في كل بلد، على أن يعود التعامل مبني على أساس محترم باش أنا نقد نعود فاصل ولا عندي إمكانيات ولا عندي أبار من النفط يقارنين تجيني الفضل على أساس تعاون سواء اللي فيه من الفقر، على أن التعامل اللي مبيني معك ما يخلي على أنك تنظرني نظرة دونية باش بيجي اللي لا أعطيتك فضل تعدل بها حاسي وتعدل بها مسي وتعدل بها مدرسة وتعدل بها التعاونية نيت تعود تقبلها وتسرقها، معنى أنك تملك محترم. لذا احنا ملي المجتمع المدني اللي عندنا من جسمه اللي وحدين متضايقين من ذا الخطاب نقولوه دائما، احنا عندنا خطاب اصلاحي ولان اصلح وحدنا هذا الشعب في الناس الطيبه وفي المجتمع المدني يقي ذا اللي عاد قالبيه ذا اللي حارق هو اللي وصلنا اللي علينا حدير الوجه اللي فيها اللي عاد كل حد فاصلين في انتصار اللي ما هم مسلمين وفاصلين في المسلمين. هذا هون قايلوا انا للمجتمع المدني ومن خلال الأستاذ. لذا المجتمع المدني فاصل في التعاون، يقال فاصل مدي في التعاون وفي التأطير، يقال التأطير مدي ما نعطيك فضتي والصبح تم تنعتي بنعوت على أني ماني مسجل، على أنه إحنا مدي السبب في ذا
المجتمع المدني لا تعود عنده شوية من الكرامة والعزازة. المجتمع المدني في نوعين، في للمجتمع المدني المنتج أهله يشتغلوا، حد ما اللي قايل اليوم عنده قد تم يصبح ويمسى عنده عياله وعنده التزاماته ومن خلالها على إنه قد به لا الإنسانية، هذا كذب ولا حق. مدة لي تقبض مشاريع ولا تقبض مسألة عليها تخصص مسائلها الإدارية وحاجياتها وطاقمها التنفيذي اللي قد ينفذها، ياك ما يصرع، ياك ما يعدل شو ما هو مضبوط، ياك قد يوصل رسالته بكل أمان وبنزاهة وبصدق، هذا ما لا تعودون عفو. إذا الواحد اللي نحن فيه شي مما خالق الله، عندنا شي من الصدقات نطوروه وندور نطوروا المجتمع المدني وأفكارنا نتقاسموها مع الدكتور. هذا بعض اخترت نقوله هون كتعقيب. والسلام عليكم ورحمة الله. إذا عاد عندكم مداخلة والله يصير تفضل. شكرا. عشان تعرف عليكم حتى لو ما في سؤال بتعرف عليكم. عرف عليك شيخ بن علي انتم ولايتك منعتم تعرف. شيخ بن علي وسيدي جبل من منظمة تجمع شباب الماليين. الاسم الأولي شيخ. شيخ. الشيخ بن علي. سيدي جبل. شيخ ماء العينين. ماء العينين ما شاء الله. ايوه نعم ايوه منظمه شباب ها تجمع شباب تجمع شباب نعم الاخ مولاي والحيد نعم. الرئيس السابق لتجمع شباب الوليد ما شاء الله وكذلك عضو بارز في فونداسيون اسبانيه للمحافظه على نوعيه من الاسماء فونداسيون هي شركه لا 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 منظمه منظمه خيريه هي خيرية هو ما شاء الله أدرى بالتعريف بنفسه هو بكم قال يقول عن نجم مصر مولاي تكلم لا تفضل مولاي الحاجين مولاي الفونداتور فونداسيون سوليدير بيتر ترجمة السابق أحد المؤسسين لمنظمة تجمع شباب جزاك الله خير شو تسوون المنظمة يعني شنو اللي تسوون خدمات نحن ننظم المجتمع المدني عديدة المشاريع تعمل في المجال الخيري في مجال المجتمع المدني قاطبة وعندها مجال آخر أكثر هي تركيز عليه المجال الحقوقي حقوقي بالنسبة للشباب يعني بشكل عام بالنسبة للشباب العاطين عن العمل والهجرة الشباب مشي المقصيين والمهجرين مهجرين أو هجرة الشباب بشكل عام المهجرين بتشديد الهاء نحن هون عندنا المهجرين نسبة البطالة نعم. والتهميش والإقصاء نعم. تم رقم عليهم الهجرة نعم بس قلت لي حقوقي وليس مشاريع يعني سويتوا مشاريع حق الشباب في هالمجال لأن أنت عندنا لا. تحت اقتصاد الإلهام ليش أسألك تحت اقتصاد الإلهام عندنا ثلاث أنواع من المشاريع أو الاقتصادات بعدين نحن عندنا برنامج العمل الخير كيف اشار لك منصور وجهه نظري انا الخاصه في العمل الخيري هو اولا الاعمال اللي كنا نقوم بها كسقايه وكتقسيم الحوائج للمرضى هي من اجل تسليط الضوء على مدى معاناه هؤلاء فوق كثير من التعتيم على الطبقه الهشه المطحونه في البلد الإعلام أخي لا تفرشين تدخل بالراجل السياسي لا بس خلاص ما بيها ما بيها بس أنا قصدي إن أنت هل هذه في لهم خدمات معلش هل في خدمات يعني أنت قدمت خدمات مثل ما سوت بطل نجات ولا نحن قدمنا خدمات للشباب قدمنا خدمات للفقراء مثل السقاية ومثل مساعدات في رمضان يعني مثل المؤسسات الخيرية لكن نعم. انتم لان اسمكم الشبابي انا قصدي مولاي ولا انت تجاوبني انه حق الشباب مثلا احنا مهتمين في قضايا هجرة الشباب والتقليل من هجرة الشباب عندنا كتب في هالموضوع مش بداية عندنا هل انتم سويتوا شيء مشاريع في هالمجال؟ سوينا سلطنا الضوء على معاناة المهجرين من هؤلاء الشباب وعطينا مشاريع والله زاد شنقال اقتراحات وافكار للدولة من اجل عدم تركهم يهاجرون ولو راوا برامج هناتيه موحده والله استنفعوا من ثرواتهم اللي محجوزه من الطرف زين احنا ترى اتفقنا ان ما نبي نتكلم عن التغيير من الاعلى الى الاسفل نبي التغيير من الاسفل الى الاعلى مقصود فيه نسميه احنا التغيير بدون سلطه نعم نعرف اي هذه منهجيه هذا مبدا عندنا نحن عندنا عن يعني التغيير نحن هاي حقوقي هاي مسار
نعم والتغيير بالحكومه مسار. لا لا نحن عندنا مسار نحن عندنا مبدا في الاصل قناه تلفزيونيه خاصه. نعم نحن عندنا مبدا في الاصل اصلاح المجتمع يبدا بالفرد بالنسبه نعم. نحن نعم هذه لا ولذلك انا اللي ابغى اقترح عليكم ان احنا نتفق وياكم ونشوف بكره اذا نقدر نزوركم ولا لا. انا مهتم بهذا الشيء جدا لان عندي كتاب اسمه المرجع لاقتصاد الشباب هو اول كتاب يعني مرجع عالمي يعني في الكتاب اكثر من 900 صفحه اتكلم على كل الاقتصادات اللي الشباب اللي مروا فيها سابقا واللي ستتحدث في المستقبل وعندنا مجله علميه يكتبون فيها كتاب من جميع انحاء العالم تنشر في امريكا في هالمجال ومشاريع عندنا ملتقى اسمه ملتقى اقتصاد الشباب الفكره منه كلها واحده احنا ليش؟ لان انتبهنا حق موضوع هجره الشباب في 2016 من بدايتنا لان احنا انشأنا في سلوفينيا صح صح فكان المهاجرين ذاك الوقت هو ثروه يعني اكثر اقصى وقت كان الناس تهاجر وكذا وكانت الدول تحاول تدفعهم ما عدا المانيا فاحنا بالنسبه لنا موضوع الهجره اشتغلنا فيه في مشاريع صغيره نحاول فيها ان ما يهاجر مثل في الهند ما يهاجر والله واحد من اسام الى بومبي او الى نيودلهي او يترك بلده يروح الى امريكا مثلا نخليك قاعد في قريته نسوي مشاريع معاه في الاكتفاء الذاتي او في مشاريع شبابيه من خلال مجموعه شبابيه فلذلك مثلا انشأنا مدرسه لتدريس البامبو وصناعه البامبو اللي هو الخيزران يعني في اسام ليش؟ عشان نشجع الناس انهم يتمون في هذه المنطقه ويكون العائد كبير ما يكون عائد اللي مش البامبو اللي يباع كراسي منه ولا شيء لا لانهم يبيعون البامبو كعواد بس ما يبيعون البامبو كمنتج ذات عائد كبير واضح واضح فهذه خلى لا شك ان الحين ما شاء الله يعني نجحنا وصار هاي مركز سياحي واضح هاي من الشباب اللي هناك وخاصه الشباب اللي متسربين من التعليم ففي عندنا تجارب كثيره يعني عده دول سوينا مشاريع كثيره فلذلك قد نشبك معاكم اذا انتم عندكم اهتمام في مشاريع ان شاء الله تقلل من الهجره تحسس الشباب ان في امل ترفع الطموح لان دائما نقول مع الشباب ما نشتغل الهام اول شيء نشتغل طموح نسميه اسبيريشن بيفور انسبيريشن يعني الطموح قبل الالهام تحسس انه في امل في البلد ولا طول وقته حتى لو جلس ما قدر يهاجر كل ساعه يرجعونه هو مهاجر مخه صحيح صحيح فانت ما في فايده منه اذا كذا ما تستفيد منه صحيح صحيح وبعدين الهجره قاعده تزيد في هاي الدول صحيح صحيح يعني احنا رضينا ولا ما رضينا حتى في دولنا قاعده تزيد الكل يبي يروح الشمال صحيح يفكر خلاص ان الحياه هي في الشمال صحيح. هي الجنه فوينتهي انه يمكن يغسل صحون يغسل يعني ينتهي في اشياء ثانيه صحيح. فلذلك نقول هاي بلد فيها خير بس خلينا نشوف مثلا وانا صباحا كنت اتكلم على مع اخونا زال اخي منصور كنت اقول اليوم احنا ما عم نشتغل في السمك السمك مسيطر عليه مثل الافارقه وكذا مشتغلون فيه خله رزق هاي لهم حاليا ها وهي توجه عام عندكم لكن اليوم اشتغل مع منتج السمك وابتدي اني اشتغل مع الشباب في زيوت السمك في التعليم السمك كل صالح يعني طويل المدى السردين ادخل في صناعات اخرى اللي تتعلق بالثروه السمكيه اللي يطلع من البحر قنديل البحر وغيره واطلع منه الجل هذه يباع بشكل فيبتدي مصانع اوليه مش حتى عليا اوليه فانت بدل ما تبيع الخام مباشره وتبيعه بازهد الاثمان تبيعه بسعر اعلى ترفع العائد مالك تبدأ تخدم شباب أكثر والشباب يحسون أنه والله صار في وظيفة في هاي الشيء أتوقع هذه أستاذي بجانب اللي تسوونه الحقوقي مهم بجانب اللي تسوونه كقناة ثقافية أتوقع يعني شيء مهم. بس الإنسان ما نغير واقع من خلال إذاعة والتلفزيون صدقني ما يغير واقع صحيح صحيح ما خاصة اليوم ما يغير واقع صحيح مولاي سلام ايوه تفضل السلام عليكم عليكم السلام أنا كان أتوقع معها شعب هيدا كانت اللي هو المنظمات الخيرية خاصة نعم نعانوا لا من المشكلة دي غير ما الصوت اشتبوا بها من الشباب مثلا كده المجهود الخاص يعدلوا لوحة ولا عدل شيء يدعوا بها يحطوها للبقرة معنا ما عندنا مثلا بديك مثلا كان مثلا كنت عليك تقول مثلا في شيء رواية تقول لي قاعد يعطيني صاح والله يبني له فكرة عندنا فكرة واحدة يجي لي مرة تسلني على قضية
بس صراحة من قارف عم عارش من الشباب خاصة الذي من السرعة من المدرسة الذي من ثلاث لعب نادي الغلاية نقبو وكونوا على شنقاب المسرح وهون كي تعلم أنها مهرسان تعادل البلد وانا سيدي أحمد ماي مساء ماي مساء عنده مشكور هذا شو من الشباب وكونوا خرجوا مواهب منهم اللي قاعد مثلا يشارك أول يشارك واضح واضح عشان بس الوقت انا خايف لان المغرب يأذن عليكم وهذه استاذي الصبح انا نفس سؤالي نفس الكلام سيدي احمد الفنان تعرفونه فنان التشكيل سالني قال ليش ما غطيت الثقافه قلت له بالعكس هو نقطه جيده وذكرتني احنا نفس القضيه اشتغلنا في عده دول بهذه الطريقه حتى مش بس المسرح الرياضه فقلت لك انا احنا في الدار البيضاء الحين مركزين شفناهم كلهم يلعبون كره قدم ويشترونها مع ان فقراء شارين ملابس وكره وكوار بروفيشنال يعني مو بس ما في ملعب يعني هاي اصابات عندهم كثيره فهني انا بالعكس هاي فرصه لي ليش اني اقلل الانحرافات اسوي ملعب اثوره طبعا بالاتفاق مع الحكومه لازم ناخذ موافقه نحط عليه نوع من الاداره الجيده او اسحب الشباب عن حتى عن المخدرات حتى هاي سويناها مش بس في يعني نبي نسوي في موريتانيا سويناها في عده دول في العالم شفناه ولو دخلتوا على الانستغرام ما راح تشوفون مسوي تقريبا شبه نوادي في المناطق دي ليش؟ لان احنا هدفنا شيء اخر نسحب الناس على المخدرات يصيروا هم منتجين بعدين يصيروا هم هذول نفسهم يمثلون حق المستقبل يعني اكثر من 20 30 سنه هاي هم القاده مالت المستقبل فهذه نقطه المسرح بالذات في مثلا في مناطق ثقافتها قويه يمكن نواديه ممكن اكثر من نواكشوط اتوقع انت وعندكم تاريخ قد يكون اكثر من نواكشوط بما انكم عاصمه سياحيه وثقافيه واقتصاديه كامل عندنا زين منه نعم فلذلك قد يكون هني مثل ما قلت المسرح هي وسيله احنا في نفس الشيء في اسام عندنا مسرح المسرح هذه بالتشبيك مع نوادي الشاي لهناك في شاي معروف شاي اسام فنفس الفكره ممتازه بالعكس وهي شيء جيد احنا شو نقدر ندعمه في اشياء بسيطه نقدر ندعمه ما عندنا مشكله ان شاء الله ودائما اقول هو اهم شيء انه يكون في استدامه وقفيه لهي الشيء اوكي اذا هاي بينفع بكل عائد وليش ما تشبك انت مع الشباب يعني لازم شوفوا كل ما كان التشبيك مع منظمات متنوعه كل ما صار العائد اكبر لانهم يعرفون اشياء انت ما تعرفها وانت تعرف اشياء هم ما يعرفونها وعندهم فنانين مثلا نفس القصه فممكن هاي التشبيك هو اللي يساعد على ان شاء الله الحلو فهم الصوت هو ما يبي الصوت اللي عنده الصوت منين لكن اللي عنده الصوت يروح على حبيبه نعم جازم تفضل طلبا ولي سمرة ايوه من فهم حد يدور السؤال سابق المغرب سابق اخر سؤال بس اخر سؤال عشان اخر سؤال ما في سؤال تفضلي تفضلي انا شايف انكم موضوع تجمع زين مجيد نكامل وبعد نحن نقبلوا قيام الأخ اللي قال إن نقبلوا بعيد اعتبار نختار نعدلوا مشاريع مضرة للدخل لكي إنه شغلوا فيها أصل الشباب عندهم عاطلين عن العمل كامل ياك يعاونوا لهم ويعاونوا رؤوسهم قاعهم الدولي لأفاد نختار معه رأيكم بذا راينا 100% هاي اللي اقوله بس هاي مو راضي الحين غربلني لكن لا وشنو انتم بلد يعني انت لا يعني انتم تقولون سياحه بس انا ما شفت سياحه الان ترى اليوم انتم تقولون بلد سياحي صح؟ انا ما شفت سياحه بس يمكن يصير بكره شوف يراوينا منصور يقول بكره براود عموما انتم ابتدوا حركه سياحيه يعني اليوم حياتها سياحيه حق المنطقه اليوم في طبقه وسطى موجود واضح من البيوت ان في طبقه وسطى هاي الطبقة الوسطى استهدفها اعتبرها هي السياحة السياحة يسمونها السياحة الداخلية اعتبارها استفادة من ما بنوه الاسبان ما ادري ايش اسمها المناطق يعني رحنا مكانين ملاعب هاي مش ايش اسمه هذه استفيد منها ابتدي سوق خيري ابتدي اقول والله النادي في ابتدي من الان انا اتكفل في اول سوق خيري الحين انا الحين الاسبوع الجاي هذه نعلن عنه نتفق كلنا الشباب كل واحد عنده منتج يبي يبيعه عنده حركة فنية يبي يقدمها شوفوا كان في البحرين عندنا شغله عندنا احنا ما عندنا مواد الخضره الاساسيه اللي اليوم شفناها الطماط والخيار كنت اقول حق الدكتور هذه سبحان الله امس كان محمد سالم شاهد في الطريق اقول له شوف تجارب بسيطه تجي باشياء ثانيه بس لان شنو الواحد يتجرا احنا بس نتجرا نكسر الحواجز اللي فيه شوف شو راح يصير ونتفرغ قليلا يعني اخذ قلت لكم 10% من وقتي اقول هاي الشهر بسوي هاي التجارب
لان ما يصير اقدم خدمات اقدم خدمات، لان كاني قاعد احترق كل يوم، صح ولا لا؟ فطيب ايش سوينا؟ قلنا احنا ما دام ما في مواد السلطه ام غذائي للبلد اصلا، خلونا ان نفرض ان نسوي سوق نسميناه يوم السبت، لان عندنا جمعه وسبت الاجازه، نسميناه شيخ بابا خلاص جزاك الله خير، سميناه يوم المزارع البحريني، لان اللي يبيعون كله عندنا احنا هنود. ترى نفس القضيه ممكن تسويها على السمك، على فكره السمك تفرض تقول والله يوم شنو السماك الموريتاني اللي يبيع سماكين موريتانيين مثلا، زين وسوينا حق السماكين نفس القصه، لان عندنا بعد احنا بنغال اللي يبيعون، قلنا هذا اليوم لازم هو طبعا البحريني مثل ما عندكم الموريتاني معطيه ترخيص حق السماكين، نفس القصه البحريني معطيه ترخيص حق بس ما في سيطره وما في زراعه صارت بحرينيه، فتصور لو انقطع الجسر احنا جزيره نموت الناس يموتون من الجوع، فينا قلنا لازم يكون يوقف هو يوم السبت مع ابناء اي احد بس ما في بنغالي يكون، وهي ترى موجود في التلفزيون، فدخلوا عليه شوفوا يوم المزارع البحريني او سوق المزارعين الحين صاروا يسمونه. هذا اليوم بدا هكذا بهالبساطه، ثم قلنا لا الحين راح نزوركم في مزارعكم نشوف انتم تزرعون، انتم بروحكم داخلين في الزراعه. يوم شافوا العائد بدا يصير كبير قاموا ما خلوا حق اللي متفقين مع اذكياء، اما بعد خلوا على المزارعين اللي ماجرين قاموا بس يسوون بيوت زجاجيه ينتجون منها، يسرعون في انتاج بعض الاشياء مثل الخس الامريكي اللي هو غالي التكلفه. لما صار هذا الكلام بدات الاوتيلات الفنادق تاتي تشتري من عندهم، صار العائد مالهم وايد كبير. الحين هذول اصحاب شركات تحولوا وطلبوا وما انه ما يكون اسبوعي، صار يومي، سموه السوق المزارعين وصار متوزع في عده اماكن في البلد، صار في سنويا يصير في معرض ومؤتمر عن هاي التجربه. بدا بشيء بسيط، فلاحظوا ترى هو هذا يعني لا نقلل من ان نبتدي يوم ونسمي يوم مثلا شنو سوق المنتجات هذه لكل الناس، وناس نجيب ناس ثانيين نعتبره كان يوم تعارف نتلاقى طبعا عقب الكورونا عشان ما نسوي مشاكل مع الحكومه. في الختام اراني سعد مهتم بما انك عضو من الشبكه ان قدرت عدد. في الختام اراني اشكر اي والله في الختام اشكر جميع المنظمات التي لبت الدعوه هذا الحضور الكريم اللي بالنسبه للشبكه وبالنسبه للشبكه تنوالي اولا متجسده في المكتب التنفيذي برئاسه الاخ الفاضل محمد فارس صنبنور بعضويه جميع اعضاء المكتب التنفيذي واللجان وجميع منتسبين شبكه تنوالي اولا فخوره ومصرة على التعاون فيما يتعلق وفيما بين المجتمع المدني على مستوانا المحلي وعلى مستوى نواكشور إلى عادة قدة صح يقير خطاب الشبكة اللي هو خطابكم لأن لا نزكي على الله أحدا وعلنا نديروا أيد كنا أيد وفيد الأخر من دون التعاون الخارجي رقم احترامنا ذاك اللي يجي وعن طريقه ونتعاونوا عليه بصدق وبتفاني ومحبة ومودة ما نعود ملي مسلعة ولا نعود كلها لا حد انه راسه الى عادي دور شيء الاخر ويدور سمعة طيبة للمجتمع المدني ويدور ملي سمعة طيبة هو نفسه علىها علينا الى جاوكم انتم واحدين اجنبيين والله وطنيين خبراء نحن منفتحين على التعاون ومنفتحين لبولكم الدعوة ويعود تعاون على ذا المستوى ونخلوا عن المسائل اللي ما هي لائقة بنا كاملين وباسم المنظمات اللي حاضرة وباسم الشبكة شاكرين الأستاذ محمد بوحجي على هذه اللي احنا ما قد نقوله دعوة به اللي هو اللي قبل على انه يدعينا ورانا شاكرين الاخ الفاضل الهادي المنير اللي بسبب ما يقدر يطلع صحيا وانا بعد ما نعتبره لانه قبيل عبر عنه الاستاذ
احنا هون تقول تعود ما هي زينه عندنا قبال كلمتها اعاقه، لكن نعم الرجل اننا شبروا 10 من الهادي اللي عنده اعاقه جسديه ولا عنده اعاقه فكريه ان شاء الله وقنوع بنفسه، لاننا شبروا 10 منه نختاروها عن مليون كل علمته تصبح النار. هذا قايلينه بعباره مبسطه ما فيه فايده ولا فيه فايده على دوته. لذا باختصار شديد باسمكم كاملين شاكروا وشي كامل اللي سولنا عنه والله اللي يجي عن طريق الشبكه عن اي منظمه كي تتجمع كيف تكون كاملين ندور نوصله لكم انين يعود عن طريقنا اللي حكم اجبرتوه وجبرتوا التعاون عن طريقنا وانين يعود من اللي حبذ اعلنوا عن طريقكم لا قراره هو نحن مشجعينه على انه حد كامل هون صالح وفيه المنفعه كيف تنوالي بوفيزيون وكيف الرأفة والإحسان وكيف وحدين هم اللي ما حضروا وكيف النجاة اللي جبات اللي تستحقيها تعاون كامل عن طريقه هو نحن نحبه ويعدلوا من دوننا ما أنا متقال عن شيء. إذا اللي عاطي مولانا هو اللي قانعنا والشوخر ما هو قانعنا رغم احترامنا للجميع. اليوم هذا مكسب للشبكة اللي هو مكسب لكم عن حد يمشي من البحرين جايكم ياك يتعاونوا معاكم. باختصار شديد ان شاء الله نطلب عام بركة على امتنا ان شاء الله بداية السنة مباركة ان شاء الله كل عضو من منظمة شرفنا يقبل معنا الصورة التذكارية. وفي الختام هذا هذا ارشيف ذهبي للشبكة. نعم هذا قبيل ما حدثناك عنه. أيوة. هذا تركي رجل اعمال عنده تجربة 7 سنين في مجال السمك الين جانا عيط لي انا شخصيا. نعم. في مكتبه ومدري 12 مليون كتبوا عني انا مالك بعض الفضاء في المكاتب. هذا التركه كامل ما هم عارفين به. وعنه يجي ويستلموا امام الجميع وعدلنا له نقل مباشر ووثقنا جميع تعاملنا معاه والتقارير اللي نعدلوا بالفاتوره بالتنزيل بالتسليم توثيقه وسلمنا له اماناته. هذا جزء من ارشيفنا الذهبي تسليمنا وتوقيعه. هذا عمدة بلدية نواذيبو زار المكتب وعدل التزكية. مكتبنا دعينا له جميع السلطات بدون استثناء من منطقة حرة وجيهة ووالي وحاكم وشرائك موجودة وإدارة الأمن على أننا عيطنا الجميع وشرفونا ذات وجاونا. هذا دورك يا أستاذ في السجل الذهبي شبكة نواذيبو. ولين نوفاو نختموا وخير اللي نختموا به الصلاة على النبي وفقنا ووفقكم سدد خطانا وخطاكم ويصب علينا وعليكم الخير الكثير ويحمي بلادنا وبلاد المسلمين والإنسانية جمعاء من كل مكروه وسوء. تفضل نشكرك. جزاك الله خير. نصور معاه بعدين نكتب لك أحسن. لا أكتب وفهم الصور. أنا كنت قلت لك على مريان هو اللي خالد. أنا مزاح ما بعرف.